soaking wet right now. السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وفي حلقة النهاردة هستعرض معاكم آخر أخبار الأفلام الجديدة والسينما العالمية، وكمان هنعرف تصنيف وقصة كل فيلم باختصار. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وأول فيلم جديد جاي معانا في حلقة النهاردة فيلم الجريمة تراب، واللي ظهر أول إعلان رسمي ليه من وقت قريب، والفيلم جاي بتصنيف جريمة. قريب ظهر أول إعلان رسمي لفيلم الأكشن الكوميدي هيتمان، ومن المقرر عرضه على شبكة نتفليكس يوم 7/7/2024. والفيلم جاي من بطولة جليم باول وأدرينا أرخونا، ومن إخراج ريتشارد لينكليتر. وبتدور أحداث الفيلم حوالين ضابط شرطة واللي بيشتغل متخفي كأنه قاتل مأجور علشان يقبض على أي واحد يطلبه في مهمة قتل، لكن الأحداث بتنحرف عن مسارها بعد وقوع الضابط في حب بنت، واللي عايز يستغل خدماته كقاتل مأجور علشان ينفذ لها جريمة قتل. My name is Gary Johnson and my simple question for you is who is your hitman. We'll see. ورقم 3 في حلقة النهاردة صدور أول إعلان رسمي لفيلم الأنيميشن والأكشن والمغامرة Transformers 1، والمقرر عرضه في صالات السينما يوم 20/9/2024. والفيلم جاي من بطولة كريس هيمسوورث وبريان تيري هنري وسكارليت جوهانسون، ومن إخراج جوش كولي. والفيلم بيحكي القصة الحقيقية اللي كل عشاء سلسلة أفلام Transformers عايزين يعرفوها، إن إيه سبب تحول أكتر شخصيتين مشهورين في السلسلة ميجاترون وأبتيموس برايم من صحاب وأخوة في السلاح إلى ألد أعداء. Guys, that's not good. We've got these powers for a reason. Let's use them. ومن وقت قريب ظهر أول إعلان رسمي لفيلم الكوميدي الرومانسي Fly Me to the Moon، واللي من المقرر عرضه في صالات السينما يوم 12/7/2024. والفيلم جاي من بطولة سكارليت جوهانسون وتشانينج تاتوم، ومن إخراج جريك بريلانتي. وبتدور أحداث الفيلم خلال مهمة الهبوط التاريخي لوكالة ناسا الأمريكية على سطح القمر أبولو 11، وبنشوف قلق وتخوف الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض من فشل المهمة. فبتكلف إدارة ناسا خبيرة التسويق كيلي جونز ومدير الإطلاق إنهم يعينوا مجموعة من الممثلين وإنهم يصمموا ويصوروا مجموعة من مشاهد هبوط وهمية على سطح القمر علشان يستخدموها في الدعاية في حالة فشل المهمة الحقيقية. The whole world will be watching. We can't afford to lose to the Russians. We need to shoot. أما رقم 5 معانا في قائمة النهاردة الفيلم الكوميدي الدرامي العائلي F، واللي ظهر آخر إعلان رسمي ليه من وقت قريب، واللي بالمقرر عرضه في صالات السينما يوم 17/5/2024. والفيلم جاي من بطولة رايان رينولدز وجون كراسنسكي وكيلي فيلمينج، ومن تأليف وإخراج جون كراسنسكي. وقصة الفيلم بتحكي عن بنت صغيرة بتمر بتجربة صعبة، لكن البنت دي كان عندها القدرة انها تشوف الاصدقاء الوهميين للاشخاص الحقيقيين، وكمان بتكتشف ان جارها بيمتلك نفس القدرات واللي بتتحد معاه علشان يساعدوا المخلوقات دي في انهم يلاقوا اصدقاء جدد ليهم. Well, looky, looky. She is the perfect fit. I promise. Did she even see you? She was about to. What are you doing? Don't do this. وصدر من وقت قريب أول إعلان رسمي لفيلم الرعب Speak No Evil، واللي جاي بتصنيف دراما رعب إثارة، ومن المقرر عرضه يوم 13/9/2024.
والفيلم جاي من بطولة جيمس مكفوي، ماكنزي ديفنز، وسكوت مكنيري، ومن إخراج جيمس واتكنز. والفيلم قصته مقتبسة من فيلم دنماركي صدر سنة 2022 وبنفس الاسم. وبتدور أحداث الفيلم عن دعوة عائلة أمريكية لبيت ريفي ساحر علشان يقضوا فيه أجازة نهاية الأسبوع، لكن سريعا بتتحول أجازة الأحلام لكابوس نفسي مخيف. ومن الفيلم رقم 7 في قائمة النهاردة ماكسين، واللي جه بتصنيف جريمة ورعب، ومن المقرر عرضه يوم 5/7/2024. والفيلم جاي من بطولة ميا جوش وإليزابيث ديبكي وموسى سومني، ومن إخراج تي ويست. والفيلم بيعتبر الجزء الأخير من ثلاثية أفلام إكس، وبتدور أحداثه بعد 5 سنين من أحداث فيلم إكس، حوالين الشخص الوحيد اللي نجا من الأحداث الدموية اللي حصلت في الفيلم، وهي الممثلة الصاعدة ماكسين، واللي بتوصل رحلتها ناحية الشهرة في هوليود، واللي بتنتقل لمدينة لوس أنجلوس في أوائل الثمانينات علشان تحقيق حلمها بأنها تكون ممثلة مشهورة، لكن أحلامها بتتبخر في الهواء بعد تعرضها لمطاردة من قاتل متسلسل في هوليود. Tragically, another victim of the Night Stalker. I knew 3 people who were murdered in 3 days. I'd be pretty scared. What are you hiding, Maxine? وظهر من وقت قريب الإعلان الرسمي الأخير لفيلم الأكشن والخيال العلمي Kingdom of the Planets of the Apes، واللي مقرر عرضه في صالات السينما يوم 10/5/2024. والفيلم جاي من بطولة أوين تيج وفريا ألين وبيتر ماكون، ومن إخراج ويسبول. وبتدور أحداث الفيلم بعد 300 سنة تقريبا من حكم سيزر وتسليم شعبه لأرضهم الموعودة، وبيظهر قرد صغير واللي هيكون الشخصية الرئيسية باسم نوا، هيشكك في كل اللي اتعلمه واللي يعرفه عن ماضي عالم القرود، وهياخد العديد من القرارات اللي هتغير مستقبل القرود والبشر. Together you will die. No, together strong. أما رقم 10 فهو ظهور أول إعلان رسمي لأكتر فيلم منتظر لسنة 2024، ديدبول أند وولفرين، والفيلم جاي بتصنيف أكشن كوميدي وخيال علمي، والمقرر عرضه في صالات السينما يوم 26/7/2024. والفيلم جاي من بطولة رايان رينولدز وهيو جاكمان ومورينا باكارين، ومن إخراج شون ليفي. والفيلم بيعتبر من أهم الأفلام المنتظرة لسنة 2024، وزي ما عرفنا قبل كده إن الفيلم هيكون البوابة لظهور ورجوع أبطال عالم شركة فوكس اللي هم الفانتاستيك فور والإكس مين في عالم مارفل السينمائي. I am soaking wet right now. وبكده خلصت حلقتنا عن آخر أخبار الأفلام الجديدة اللي ظهرت الأسبوع ده، فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت تشاركوني رأيكم في التعليقات، ايه الافلام المتحمسين ليها ومستنين انكم تتفرجوا عليها من قائمة النهاردة. وفي النهاية بشكر كل واحد اتفرج على الفيديو للآخر، شكرا ليكم جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.